السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا لحلقه جديده من برنامج المشهد. إذن اتفاق على تشكيل حكومه جديده في ليبيا من اجل الانتخابات، اي جديد ستضيفه للمشهد الليبي في حلقه اليوم؟ إذن اتفاق على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا بغاية الوصول إلى انتخابات عامة، تلك نتيجة جلسة حوارية ليبية في العاصمة المصرية القاهرة، كانت بحضور كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا. الحاضرون أقروا بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه تشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة 6+6 وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. الخطوة يشكك مراقبون في إمكانية البناء عليها للخروج من حالة الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، ويتهم سياسيون في الداخل بسعي الحفاظ عليه خشية أن يخسروا مناصبهم في أي انتخابات مقبلة. نسأل في المشهد لهذا اليوم عن أهمية هذا الاتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى جانب جامعة الدول العربية. هل التوافق الحالي سيكون تسهيلا لخروج الحكومة الجديدة إلى النور؟ وهل يكفي تشكيل حكومة للوصول إلى انتخابات في ليبيا طال انتظارها؟ نسأل كل هذه الأسئلة لضيوفنا بعد الوقوف على معطيات هذا الموضوع مع تقرير للزميل نبيل عبداللاوي. يبدو أن الأمور قد أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا تقود الانتخابات وتشرف عليها. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا وعقيل صالح رئيس مجلس النواب دعوا في بيان مشترك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم مقترحاتهم بعد لقائهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة القاهرة. المسؤولون الثلاثة قالوا إنهم اتفقوا على تشكيل لجنة فنية للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية. يأتي هذا التوجه لتشكيل حكومة وحدة ليبية جديدة بعد تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات على كل من يعرقل إجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة في المسار السياسي من دون شروط. تشكيل حكومة جديدة في ليبيا يعد قضية خلافية إلى حد كبير، حيث يوجد انقسام بين من يريد التأجيل بالانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية ومن يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة لتهيئة الأرضية اللازمة للانتخابات. البعثة الأممية تطمع إلى إنهاء هذا الخلاف عبر جمع القادة الرئيسيين بالبلاد في اجتماع موحد، لكنها تواجه صعوبات جمة بسبب الشروط المسبقة التي تفرضها هذه الأطراف للمشاركة في المفاوضات. وفي الوقت الذي دعا فيه غالبية السياسيين الرئاسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك كثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء هذه الانتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة. إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيوفي من العاصمة الليبية طرابلس الدكتور إسماعيل الرملي وهو أستاذ الجامعة والبحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ومن لندن السيد أحمد المعيوف المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين، ولعلي أبدأ معك دكتور الرملي من طرابلس. إذن الاتفاق على حكومة جديدة من أجل تشكيل أو من أجل الوصول إلى انتخابات، ما جديد ذلك إن لم تكن حكومة عبد الحميد دبيبة قد جاءت للغرض نفسه؟ أحييكم وأحيي الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاد الله على هذه الأمة الإسلامية بالمن والبركات وبإيقاف المتابع في غزة وبالانتصارات الليبيين الذين عانوا الويلات فيها أيضا. ومن الزاوية الفعلية التي يجب إدراكها أن هذه المجتمعون أعتقدوا أن خالفهم الحظ فيما يتعلق من ناحية المكان ومن ناحية الموضوع ومن ناحية الطريق ومن ناحية الإجراء وتوقع النتائج. والمسمى ربما جيد التوجه إلى الانتخابات، لكن في الواقع العملي ومع إخبارنا لأي جهد إلا أن الواقع أن مصر حقيقة لا نقصد مصر كدولة، ولكن نقصد السيسية أو السيسي
حقيقة عودتنا الأيام وعودتنا التجارب السابقة على أنه لم يأتي منهم جيد جديد فيما يتعلق في ليبيا، ولذلك ما بين الحروب وما بين الفتنة وما بين الإشكال تلو الإشكال، والاجتماعات ربما الاجتماع الثلاثي الذي بدا واضحا أنه اجتماع مختزل للاجتماع الخماسي الذي طالب فيه رئيس البعثة الأممية، وهذا الرئيس الذي هو حقيقة أيضا فشل فيما يتعلق بتوجهه نحو عملية هي ربما المدعى الأساسي في أن المجتمع الدولي منقسم على ذاته من زاوية وغير ناضج فيما يتعلق بإدراك حقيقة الموقف في ليبيا من زاوية ثانية، ومع أن الموضوع ربما ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب عندما يتم الحديث على التوافق على تشكيل حكومة، من توافق مع من؟ أجسام هي أيضا منتهية، مجلس النواب منتهي الصلاحية ومنتهي المدة، مجلس الدولة منتهي المدة ومنتهي الصلاحية، مجلس رئاسي منتهي المدة ومنتهي الصلاحية، ثم هم فيما بينهم غير متوافقين، لا يوجد لأي منهم أيضا صفة قانونية يمكن القول بأنها توافق. فمجلس النواب حتى ولو سلم جدلا بأنه مجلس صلاحية لا يملك عقيلة تمثيل مجلس النواب في اتخاذ قرارات. من زاوية ثانية محمد تكالة أيضا هو يمثل مجلس دولة وهو أيضا منتخب، ولكن أيضا في الواقع العملي منتهي مدة ما يتعلق بمجلس الدولة، على وعلى أنه لا يستطيع اتخاذ قرار عن مجلس الدولة، فهم مجموعة موحدة يجب أن تكون تتخذ قرارات. إذن كيف يمكن الحكم على هذا التوافق دكتور الرملي إذا كان كل منهم يعتبر في نظرك فاقد للصلاحيات؟ نعم، هم ناقلون للأمور ولكن ليسوا صانعين لها، والواقع أيضا ليسوا فاعلين فيها إلا بقدر جزئي، أي أنهم يستطيعون خلق العرقلة لكن لا يستطيعون خلق الحل. الأجسام الموجودة غاب عليها نقطة هامة، وهي أنها أجسام ربما تجعل من الإشكال أكثر إشكالا. في سبيل الموضوع عندما يتم الحديث على أن تكون لليبيا سلطة موحدة، جيدا يكون سلطة موحدة وأن تتوحد الأجسام، لكن كيف يفهم ذلك بدون تواريخ محددة؟ ولماذا لم تحدد أيضا لنفسها مدد في نهاية وجودها؟ ربما الأمر مبكر عن تحديد تواريخ. سأعود إليك دكتور الرملي. سيد أحمد المعيوف، كيف يمكن التعويل على هذه الخطوة؟ هل هي خطوة إيجابية في مسار الانتقال السياسي في ليبيا أم أنها خطوة أخرى نحو العرقلة وتمديد المراحل الانتقالية؟ تحياتي لك ولضيفك السيد محمود وللمشاهدين، ورمضان كريم للجميع إن شاء الله، كل عام وانتم بخير. هو الحقيقة لا يأمن أي حل من خلال هذه الأجسام، يعني احنا جربناها تخش في حوارات فيما بينها وتعلن عن اتفاقات من 2015 ولغاية الآن لم يحدث تم إنزال توافقاتهم على الأرض، وبالتالي ليس هناك جديد في هذا الأمر. يعني فيما حدث الآن في القاهرة لا يختلف عن الاجتماعات السابقة لي، يعني كلها تحت التوافقات يعلن عنها وبعدين يتم الالتفاف حولها من الأشخاص نفسهم الذين أعلنوا عن هذه الاجتماعات. بالإضافة أيضا أن الجامعة العربية الحقيقة ليست لها الأدوات التي ممكن أن تعمل بها على تحقيق الاتفاقات التي تحدث على تحت سقفها، وأيضا الجامعة العربية عادة تكلم دانا في عديد من القضايا، يعني شفناها في الحرب على طرابلس في 2019 طالب المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج انعقاد الجامعة العربية لإدانة الحرب ومنع التدخل الأجنبي ودعمه، ولكن لم يتم اللقاء. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الجامعة العربية مسيسة ويسيطر عليها أطياف معينة من المجتمع العربي بما في ذلك دولة مصر، السعودية، الخليج. فهذه الأمور لا تجعل حقيقة للجامعة العربية أي دور في حل المشاكل الواردة. وبالتالي يعني في منظورك سيد معيوف، في منظورك أن هذه الخطوة لم تأتي من أجل ربما أن تفضي إلى حل بقدر ما أنها ستكون خطوة عرقلة، إذا كان الأمر كذلك ما الهدف من وراء ذلك؟ هو الحقيقة يعني لما تتكلمي على الشخوص الموجودة في ليبيا للأسف كلهم أدوات للخارج وكل ينفذ الأجندات الدولة الأجنبية التي تقف في دعمه، وبالتالي بعض الدول تستفيد من الوضعية القائمة الآن. يعني دائما لما تحدث انتكاسة في دولة ما
يصبح إمكانية استغلالها وارد من قبل الدول العالم الأخرى، وهذا يتكرر في كل المجتمع على طول. يعني فأرى مثلا فرصة التنمية، فرصة الاستثمارات في ليبيا أو فتح سوق العمل لدول أخرى يتحقق في ظل الانقسام الموجود. يعني احنا مثلا الان نسمع على دور لا بأس به لمصر في اعاده اعمار اجزاء من الشرق الليبي، وهذا الامر لن يكون بنفس متاح بنفس القدر دوله واحده وليست منقسمه بين حكومات. بالمقابل تركيا تجد العديد من المنافذ لتنفيذ مشاريعها الاقتصاديه في ليبيا عن طريق حكومه البينه. فالحقيقه لما نشوف الامر زي هذا او المنافع الاقتصاديه للدول المحيطة بليبيا والدول التوق إذا كانت استطعنا نسميها بهذا الشكل، نرى أنها تستطيع الحقيقة أن تتعايش على الأزمة وتحقق مكاسب لن تستطيع أن تحققها في الوضع العادي. بالإضافة أن أيضا أن هذه الدول تدرك تماما بأن داعم بأن من تدعمهم في الداخل ربما ليست لهم حدود كبيرة للوصول إلى السلطة حتى تتحقق مكاسبهم من وصولهم، وهذا الأمر يجعلهم يفضلون الوضع على ما هو عليه. بالنسبة طبعا الفرقاء في الداخل طبعا يتعيشوا أيضا من الأزمة، هم يعيشوا من أجل مصالحهم وليست من أجل مصالح الوطن، وبالتالي تحقيق أي انفراج سيفك هذه الأجسام ويجعلهم يخسرون كل مكاسبهم السياسية والاقتصادية التي يتحصلون عليها منذ الأزمة في 2014 حتى الآن. فيعني هذه المشاكل أو الحقيقة المصالح الداخلية ومصالح الدول المتدخلة في الأزمة الليبية مشتركة، والوضع القائم جيد بالنسبة لها. تماما، سأعود إليك دكتور معيوف. دكتور الرملي، طالما كان الخلاف بين السلطات الموجودة في ليبيا على كيفية تسليم الحكم وكيفية الذهاب إلى هذه الانتخابات التي حددت أكثر أعطي لها أكثر من موعد ولم يجري تطبيقها، حكومة عبد الحميد بيبا دائما ما كان هو نفسه عبد الحميد بيبا يرفض تسليم الحكومة إلا تسليم الحكم إلا لحكومة منتخبة من خلال برلمان جديد. في هذه المرة سيتمسك بنفس العذر؟ في تقديري أن الجميع متمسك بنفس المعادير والمعاثير ويحاول قدر الإمكان فقط البحث على آلية لتنفيذ ذلك وتمديد وتنظير، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أنهم لا يثقون في أنهم لا يتعرضون لمحاكمات. السبب الثاني هم أيضا راغبون في السلطة. السبب الثالث ضحافة الفكر السياسي الموجود لديهم. السبب الرابع أنهم يستوي عندهم ضياع الوطن وضياع المواطن أو بقاء مقاعدهم، حتى ولو ضاع الوطن والمواطن والمقاول في المقاعد فلديهم المقاعد أكثر راحة وأكثر مقاولة. من زاوية ثالثة أيضا غياب المشروع، أي أن حتى ما يتعلق بالكتلة السياسية في ليبيا الموجودون سواء كمناضلين أو جزء من بقايا ربما مجموعات سياسية، إلا أنها جزئيا غياب مشروعها المتواصل أو مباشرة تواصلها مع بعض خلق نوع من الضغوطات أو غياب هذا أدى إلى نوع من الفرصة للموجودين جميعا. وهنا أنبه إلى أن جميع الأجسام وبشكل قانوني وبدون أدنى مواربة أو شك لا يوجد بها أي جسم شرعي، لا يوجد بها أي جسم قانون، مجلس نواب ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحكومتين تتصارعان، لا يوجد أي جسم قانوني من الجانب القانوني، وهي أجسام الأمر الواقع. وأيضا أجسام الأمر الواقع أحكامها كأحكام ما يتعلق بحكومات الاستعمار، ولذلك لزاما أن يكون هناك توضيح. ثم إن الإشكالية الأخرى في ليبيا هي إشكالية البعثة الأممية العرجاء التي أتي فيها بالسيد عبد الله وهو ضعيف حد الضعف بناء على سند له خلفه في دولة أتت من أفريقيا ضعفها باد وإجراءاتها أتد ضعفا، ولذلك عدم قدرته على الإدلاء بأي شيء لأنه ممثل لمجموعة مصالح دول. أيضا من ناحية ثانية التدخلات السلبية ومصالح الدول المتضاربة والمتناقضة في كثير من الجوانب. من زاوية ثانية عندما يتم التعريج أيضا على إشكاليات المجتمع الدولي، الانقسام الحاد فيما بين ما يتعلق بالروس وغزوهم لأوكرانيا وأيضا محاولة تمددهم اتجاه أوروبا، أيضا
ما يتعلق بحلف الناتو أيضا من زاوية أخرى أيضا الولايات المتحدة، وإعادة انتباهها على ذاتها مع قرب الانتخابات في نوفمبر القادم. ربما ما يدعونا للسؤال دكتور الرملي، طالما الجهات الإقليمية لم تتفق ويبدو واضحا أن الكل مشغول بما يحدث في غزة، ما الذي يجعل مثل هذه الخطوة تستجد في ليبيا الآن؟ أعتقد أن هذه الخطوة يدرك الجميع بأن الأرضية الشعبية للليبيين جميع مطالب بأن تزاح هذه الأجسام على كاهل جسدهم. حقيقة لقد أرهقت الليبيين من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية، أرهقتهم أيما إرهاق، ويريدون حلا ويحاولون التشبث بأي حل، ومن أبسط الحلول في أن يكون هناك تنازل لهذه الأجسام أو الدعوة إلى أن تضع جدولا لرحيلها على السلطة. لكن لا أخالني أن هذه الأجسام تستطيع يوما ما أن تصل إلى هذه المرحلة من الوعي الفكري أو الوعي الذي يستطيع من خلاله تقدير أن يقال بأن هؤلاء سيوقعون سند إنهائهم بذاتهم، وهو أمر أعتقد بأنه مستحيل استحالة مطلقة في المجتمع كالمجتمع السياسي الليبي أو المجتمع المسيطر على السلطات في ليبيا جميعا. لا أستثني أحد. سأعود إليك دكتور الوفري. سأعود إليك دكتور الوفري. دكتور معيوف، هذا الانسداد الذي يراه دكتور الورفلي الرملي، أقول برأيك ما الأسباب التي تجعل الخطوة هذه غير قابلة لأن تتحقق على أرض الواقع، على الرغم من أنه في أكتوبر الماضي جرى التوافق على القوانين الانتخابية بعدما صاغتها لجنة 6+6؟ يحدث حتى بعد الاتفاقات هذه تطلع وشخصية من الشخصيات تعلن أنها لم يحدث شيء. يعني حتى في اللقاء الصحفي اللي تم بعد الاجتماع، عقيلة صالح تنكر تماما من البداية، قال أن مثلا المادة 28، اتفقنا على المادة 28 من قانون الانتخابات، والمادة 28 هي المادة اللي عليها إشكالية بين مجلس الدولة وبين البرلمان مثلا. والحديث عن الحكومة كما أراها مثلا شخصيا يعني، وأعتقد أنها لن تتحقق، أن لن تأتي حكومة مثلا تكنوقراط كما يقول، ترشح لها شخصيات ليست لها ارتباط بالأجسام السياسية الموجودة. فالحكومة التي ستأتي كالحكومات السابقة، يعني حكومة دبيبة ليس لدبيبة بها إلا وزير واحد فقط هو اختار، باقي الوزراء كلها اختارتهم البرلمان والمجلس الدولة والجيش والقوات الجهات اللي في البلد. فأنت يعني بتدير حكومة بشكل هذا، حكومة محاصصة تكرر أكثر مرة من اتفاق إسخرات حتى الآن، هذه الحكومة لن تكون قادرة الحقيقة على العمل. بل النقطة الثانية أن تجربة الحكومات أنها تمنع من العمل في على كل الساحة الليبية. مثلا شفنا حكومة فايز السراج انحصرت في طرابلس، وكانت في حكومة موازية لها حكومة نين، جت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي تم اعتمادها من البرلمان بأكثر عدد، يعني تقريبا أكثر من 130 شخص، وهذه لم تحدث في كل اجتماعات البرلمان، ومع هذا منعت من الذهاب إلى بنغازي. الحكومة التي أسسها البشاغة، الحكومة التي أسسها البرلمان برئاسة بشاغة لم تستطيع أن تعمل في طرابلس، حكومة حماد الآن لا تستطيع أن تعمل في طرابلس. فأنك أنت تجد حكومة يتم التراضي عنها من قبل القوة المتخاصمة، أمر يتعدى الحقيقة، لم نكن مستحيل يعني. فتعدى هذا الأمر يعني التفكير في الحكومة لا معنى لها الحقيقة. أيضا القوانين 6+6 ما زالت تكرس استمرارية الأجسام إذا فشلت الانتخابات، وبمادة صريحة جدا تقول كذا كان فشلت انتخابات رئاسية فسيتم إلغاء حتى الانتخابات البرلمانية. ولكن يفترض إذا كان المادة هذه أصر عليها يجب أن تلحق بقانون أو مادة تشير إلى خروج الأجسام هذه واستبدالها في حال فشل الانتخابات. يعني وجود الأجسام هذه إن فشلت الانتخابات معناها استمرار الأزمة في ليبيا. ولكن إذا كان في أي مخطط لخروج هذه الأجسام إما عن طريق الانتخابات الناجحة أو عن طريق استبدالها بأجسام أخرى إذا فشلت الانتخابات، فتكون هنا نوايا العاملين على إنتاج هذه القوانين وتنفيذها على أرض الواقع تكون نوايا صادقة وممكنة وقابلة للوصول إلى الحلول.
ولكن بالشكل الذي وضعت عليه الحقيقة تعذر الوصول إلى أي نتائج، لأن النتائج ممكن الحقيقة الانقلاب عليها في أي لحظة نتيجة وجود قوة البندقية التي تسيطر على الساحة الليبية شرقا للأسف. وغربا. سأعود إليك دكتور معيوف. دكتور الرملي، ما كنت تذكره من عرقلات، هناك من يرى أنه بوجود هذه العراقيل حقيقة في الداخل الليبي هذه الحكومة سيطول وقت خروجها إلى العلن وسيأخذ مدى زمني لا يقل عن سنوات. إذا حدث ذلك فعلا، ما الذي سينعكس فيه على المشهد السياسي الليبي؟ في المنهج السياسي أعتقد هناك طريقين لا ثالث لهما، إما أن ترحل هذه الأجسام بشكل فعلي ويحدد المجتمع الدولي ربما يساعد الليبيين، أو يدخل الليبيون ثورة أخرى تصحيحية من أجل القضاء عليها جميعا، وهو أمر حتى وإن كان أمر مستبعد إلا أنه هام وهام جدا، لكن في المقابل إذا لم يكن ذلك كذلك وإذا كان المجتمع الدولي صادقا ولو جزئيا وهو ما أشد كذب المجتمع الدولي، ربما يتجه إلى إمكانية تحديد مواعيد لانتهاء الأجسام الموجودة أو آلية الاعتراف بها. فإذا حدد المجتمع الدولي ميعادا للقول بأنني لن أعترف لا بمجلس النواب ولا بمجلس الدولة ولا بالرئاسة ولا بالحكومات، ربما تكون أداة أو أداة من الأدوات الضاغطة الفاعلة لإمكانية آلية خلق التغيير الفعلي. لكن ذلك بعيد جدا، لأن المجتمع الدولي في ذاته متناقض ولذلك مصالحه ليست متوافقة، فهناك المصريون الذين هم وكلاء في جانب من الجوانب يطبقون في أشياء يريدون استمرارية عقيلة ونشاد ويريدون حفتر، وهناك من يريد أن يستمر أيضا الوضع بالمنطقة الغربية بنفس الوضع، وهناك من يريد أيضا خلق حكومة ثالثة في الجنوب برئاسة زيف القذافي ابن المقبور القذافي. لذلك ليبيا حقيقة منقسمة بشكل كبير وكبير، لأن الثورة حقيقة لم تستكمل مراحلها، ولأن الذين هم موجودون حقيقة جاءوا بعادة على ما يتعلق بأميانهم بالتغيير، وإنما يؤمنون بذاتهم، ولذلك سيمططون ويمددون ولن يتفقوا إلا وهو التمديد والتمديد تماما. وان كان الغايه من وراء هذه الحكومه هو ان ينتهي ذلك التمديد ويجري الذهاب الى خطوه ايجابيه اخرى في المسار السياسي الليبي. ساعود اليك يا دكتور الرملي، اسعد باستقبال ضيفي من بنغازي السيد محمد الصريط الكاتب والمحلل السياسي. اهلا وسهلا بك سيد الصريط. اذا كيف تنظر لهذا الاتفاق الاخير في العاصمه المصريه القاهره المتعلق بالموافقه من الاطراف الثلاثه في البلاد على تشكيل حكومه في ليبيا من اجل الذهاب الى انتخابات؟ أشكرك يا أختي الكريمة وأشكر الضيف الكرام. كل عام وأنتم بخير، كل شهر رمضان مبارك. أعتقد أن هذا الاتفاق بين الوصرين أعتقد هو يعني مضمونه، هو تجديد البقاء هذه الأجسام السياسية، لأن المشكلة في ليبيا أعتقد هي مشكلة في الحكومة التنفيذية أو في حكومة دبيبة أو حكومة سينا حكومة صاد، لأن لو شفنا أو تعمقنا في أسباب تواجد حكومة المشهد السياسي في ليبيا هي خرجت تتوافق بين تيارين سياسيين هم الان توافقوا، فبالتالي هي عامل مساعد للتوافق، ليست مشكله حقيقيه في حد ذاتها. عبد الحميد دبيبة دخل المشهد السياسي في عام 2021، قبلها كنا نعاني من نفس المشاكل السياسيه باتفاق الخيرات وما الى ذلك ومؤتمرات ولقاءات كثيره. اذا الجدل والاشكاليه ليست في تغيير الحكومه، للاسف ان اطراف الصراع الان وعديده مثل البرلمان او المجلس الأعلى للدولة اختزلوا الإشكالية في الحكومة التنفيذية. الحكومة ممكن أن نقضي عليها أو ننهيها أو نبعدها من المشهد لو حدث توافق حقيقي في مسألة الانتخابات، وكان هناك مشروع حقيقي لتحقيق الانتخابات في ليبيا، وبالتالي ستسقط أوردي حكومة عبد الحميد دبيبة أو حكومة أخرى. اختزال الإشكالية والإشكال في ليبيا في الحكومة التنفيذية كما كان في حكومة سراج وغيرها هي أيضا مرحلة من التمطيط أو مرحلة من تميع الإشكال في ليبيا والبقاء هذه الأجسام السياسية 400 رجل 200 في البرلمان و200 على الدولة. طيب ما هو الإشكال في نظرك سيد الصريط إذا كان الأمر لا يتعلق بالجهاز التنفيذي ولا يتعلق بالقوانين الانتخابية التي جرى الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي، أين هو الإشكال بالضبط؟ الإشكال هو من يحكم ليبيا في بشكل بالدرجة الأولى، من سيحكم ليبيا من عام 2011 إلى هذا الثورة إلى هذه المرحلة؟ هو السؤال، العنوان الحقيقي هو من، هو عنوان الصراع، من سيحكم ليبيا؟ في الشرق ليبيا هناك مشروع سياسي، في غرب ليبيا هناك مشروع سياسي، مضمون كل مشروع يختلف مع المشروع الآخر ومن الصعب أن يلتقيان. فبالتالي الاشكاليه حقيقه لابد ان اوصفها ان الاشكاليه هو الصراع على السلطه ما بين تيار سي وبين تيار هؤلاء هاتان التيار، هتان التيران ليس
يعني ليس مستعدين بالفعل للتغيير او يكونوا في تناغم مع المرحله وبالتالي يتم حقهم وتغييرهم. بالدرجه الاولى نتحدث الان عن الاجسام السياسيه الموجوده في الشرق وموجوده في الغرب. اذا الاشكاليه ليست حكومه مستفيده، انا لا ننكر ان هذه الحكومه مستفيده او مستفيده من بقاء الوضع كما عليه، وتدرك جيدا ان عمق الخلاف في مضمون كل مشروع سيطيل من عمر هذه الحكومه، وبالتالي هي مستفيده اوريدي. الاشكاليه كما قلت لك الاشكاليه في اجابه السؤال من سيحكم ليبيا؟ اذا استطعنا ان نجاوب هذا السؤال بطريقه حضاريه من خلال انتخابات وديمقراطيه وما الى ذلك سنتخلص عن كثير من المشاكل وكثير من المراحل التي نتمنى ان نصل اليها وتجديد العنف الجديد في ليبيا، لكن الاشكاليه كما قلت لك الاشكاليه من سيحكم ليبيا، وبالتالي كل طرف يتمترس خلف افكاره والنقاط هو يدرك جيدا على ارض الواقع من الصعب ان يتم تنفيذه ومن الصعب ان تنفذ. سأعود إليك، نعم سأعود إليك سيدة أستريت. دكتور معيوف، إذا كان الأمر والرؤية الإقليمية لأنه غير لا يوجد توافق في من يحكم ليبيا، وإذا كان الأمر على واقعه المفروض منذ 2014 أكثر من حكومة في البلاد والغرب منفصل عن الشرق عمليا في الأحكام التنفيذية إلى غير ذلك، لما يسعى المجتمعون في القاهرة وفي أكثر من موعد قبل ذلك أن تكون هناك حكومة وحدة إذا كانوا يعرفون جيدا أن هذه الوحدة لن تكون؟ يعني السؤال هذا يطرح لهم هم الحقيقة، لكن يعني نظرة من بعيد مجرد يعني مجرد محاولة تسكات الشارع باعتبار الشارع يطالب بالانتخابات، وهم هذو ما يقولوا لك احنا نحاولوا نديروا انتخابات. حتى في مخرجات لجنة 6+6 لما يتكلم عليها السيد عقيلة صالح يقول لك احنا أدينا علينا كبرلمان وحطينا القوانين، لكن انك انت تحط قوانين غير قابله للتنفيذ فانت ما انتجتش اللي عليك، انت الحقيقه ازمت الموقف. فهو اللي يعملوا فيه الاجتماعات هذه هي لتهزيم الموقف واللي استثارت الحقيقه، لان لن تخرج بمخرجات تحل الازمه. الخروج من الازمه ليه اساليب يعني ممكن يتفقوا عليها الناس، لكن الاسلوب اللي مارسوا فيه هؤلاء الناس يدل دلاله كامله انهم لا يسعون الى الخروج من السلطه. للاسف ان المجتمع الدولي يقف وراء هذه العمليات ويدعمها بشكل او باخر، ولكن لا يقوم باي فعل على الارض لتدعيمها، يعني مجرد دعم انشائي، يعني مجرد يطلع بيان من هذه الدوله او من هذه المؤسسه الدوليه بدعم فلان ودعم ما حدث، ولكن الدعم الشفوي لا يؤدي الى نتائج. حتى لما نسمع مجلس الامن يصدر في قرارات ويقول انه بيعاقب المعرقلين، ولكن عمره لم يقم باي خطوه في هذا الاسلوب. ومعروف من المعرقل، يعني انت لما تشوف في القرارات العموميه يعني القرارات والتوصيات اللي تدير فيها اللجان العموميه الخاصه بالازمه الليبيه كلها تحدد الحقيقه اين يقع العرقلة وحتى كيفية الخروج منها. الاتفاق السياسي نفسه فيه هلبة نقاط كان يمكن أن يبنى عليها وتحل العديد من المشاكل، مثل مشاكل توحيد الـ يعني انضواء الجيش والقوات الأمنية تحت حكومة الوفاق في المادة أعتقد واحدة من مواد الاتفاق السياسي لم تفعل، لم يسمح لرئيس الحكومة في ذلك الوقت فايز السراج أن يسيطر على الجيش، والجيش في ذلك الزمن كان يقول بأنه لن يسلم السلطة، الجيش الذي يقوده حفشر يقول أنه لن يسلم السلطة إلا الجيش إلا لحكومة منتخبة، ولم يحدث الانتخابات فأصبح الجيش غير قادر على تسليم السلطة لحكومة منتخبة لأنها لم تكن موجودة، وأصبح الدبيبة يتحجج بنفس الحجة بأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة بعد ما إنتاج برلمان، وأصبحنا في نفس الدائرة تتكرر الاجتماعات في نفس الدائرة دون محاولة الخروج منها. ورغم كما أرى أن حالة الخروج من الأزمة ومن الدائرة لها العديد من الأساليب التي يمكن تطبيقها، لكن عدم رغبة المسؤولين الموجودين في سدة الحكم على حل هذه الأزمة يجعلهم يقومون بهذه التمثيليات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
سأعود إليك دكتور مايوف. دكتور الرملي، في اللقاء الثلاثي الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية، وهي نقطة كانت عالقة كثيرا بين الأطراف المختلفة، وأيضا جرى الاتفاق الإجماع على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا التوافق. هل برأيك مثل هذه التوافقات ومثل هذا ربما الالتقاء في نقاط خلافية أخذت مدى زمني كبير يمكنه أن يجعلنا نعول على توافق القاهرة الأخير؟ بتقديري أن الذين اتفقوا لا يملكون هذه الأجسام أصلا ولا يستطيعون حتى مجرد قرار، فابتداء من مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب أصدر قرارات بإقالة الكبير، ولكن الكبير موجود أكثر منه. أيضا فيما يتعلق بالناحية الثانية الجيش وغيره حكر موجود أكبر من الصديق الكبير وأكبر أيضا من عقيلة صالح. من زاوية ثالثة مؤسسة الوطنية للنفط جاء به حكر من قدارة وهو جنسي الإمارات، وايضا من زاويه ثالثه ايضا المصادر الاخرى، كل المناصب السياديه التي تحدثون عنها جعلوا مناصب سياديه حتى لا يكون هناك تفكيك لهم. هذه المناصب الثلاث مجلس النواب ومجلس الدوله والحكومات وبما فيه المجلس الرئاسي من ضمن له كراعي، لكن فيما بعدها احاطوا انفسهم بسبع من المناصب التي ذات الاهميه في ليبيا، لان يدركون بان اي تغيير او انتقام سيؤدي الى زوال الجميع، هذه المناصب السيادية تحافظ على الموجود، وهذه المناصب التي تقرر أو لعلها تقرر أو لنقول بأنها تقرر نواب ودولة ومجلس رئاسي وحكومات أيضا هي موجودة، والجميع مستفيد بوضعه. لا يوجد إلى الآن قرار من هذه الأجسام بأنها ستؤدي إلى الانتخابات. الإشكالية عميقة وعميقة جدا، وهؤلاء حقيقة مجموعة إن بقوا أكلوا الغلة وإن اختلفوا دائما أفسدوا المحصول، ولا بد من القول وضع جدول زمني الليبيين أن لا يعترفوا به ابتداء من بلديات وأفراد ومجموعات وأيضا أحزاب إن وجدت وتجمعات أخرى سياسية أو غير سياسية. يجب أن يكون هناك ميعاد بأن لا تستمر هذه المهزلة، تعدد في الحكومات وتعدد في الأجسام التنفيذية وتعدد في آليات الطرب وتعدد في الإجراءات. دولة حقيقة انقسمت على ذاتها عدة أقسام ولم يبقى إلا مجرد إقرارها فيما يتعلق بالأمم المتحدة. نحن نتكلم على اجتماعات، لماذا الفكرة الاجتماعات في ليبيا؟ لماذا الدول خارج ليبيا؟ لماذا تفرغ ليبيا من محتواها؟ لماذا كل هذا؟ لماذا هؤلاء يصرون على أنهم ربما يتبادلون التطبيع أو الإجراءات مع إسرائيل ولا يتبادلون الاعتراف فيما بينهم؟ فلا تجد رسالة موجهة من مجلس نواب إلى مجلس دولة ويعترف بها هذا أو ذاك، ولا تجد تبادل من المراسلات فيما بين الحكومات وما بين الأجسام الأخرى، ولا تجد حتى مجرد حتى نفذوا شيئا فينفذونه بناء على نوع من المكارمة. ولا يملك أحد إقالة أحد ولا يملك أحد إضافة أحد. حقيقة الدولة في ليبيا شبه خالية من إمكانيات أو قول عنصر الإلزام فيما يتعلق بقراراتها، أيضا في شرعية قراراتها وكذلك في مشروعيتها في كثير من الجوانب. كثير من الجوانب يصدر قرارات وليست مشروعة، وكثير من الإجراءات تتخذ إجراءات ليست بنصوص. والواقع العملي أنه دكتور رملي. أعود إليك دكتور الرملي، دعني فقط أسأل ضيفي من بنغازي السيد محمد الصريط، برأيك رغم كل هذا التوافق ورغم هذه اللقاءات ورغم أنه هذه المرة كان هناك حث من المبعوث الأممي عبد الله بتيل بأن يكون هناك ذهاب نحو تشكيل هذه الحكومة، لماذا برأيك غاب تحديد جدول زمني لهذه الانتخابات أو لأن تكون هناك التوافق من أجل هذه الحكومة أن تشكل هذه الحكومة؟ هل هناك تشكيك في تشكيلها؟ هل هناك ضبابية؟ لما ما هي الأسباب برأيك؟ نعم هناك ضبابية. التوافق نقطة ذكرى الشيخ حكومة لم يقولوا لم يذكر صناعة حكومة جديدة، قالوا حكومة موحدة توحد البلاد. يعني يمكن تكون قضية ما بين حكومة حماد وبين حكومة الدبيبة، هذا الأمر الآن لم يتم تفصيله، عبارة عن ذكره ذكر كجملة ولكن دون التفصيل فيها. لكن ايضا الاخت الكريمه لابد ان نتعمق بهذا الامر، هل المجتمعون حد كان لديهم نيه حقيقيه ترجمه الارض الواقع من خلال الانتخابات ان يصلوا بنا الى الانتخابات؟ لا اعتقد ذلك، لان كان يفترض ان غابوا فتره طويله من الزمن ومن من 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 من, من, من الابتعاد والحوارات فيما بينهم
واجتمعوا في الامس او قبل يومين، يفترض ان يحددوا موعد للانتخابات. عندما يتم تحديد موعد للانتخابات سيصبح شرعيه اذا المجتمعون وما حولهم من افكار وما حولهم اسيره من جدد طويل جدا. فاذا ذكروا موعد محدد للانتخابات التي هي لب الصراع في ليبيا او نتيجه للصراع في ليبيا ستنتهي بالانتخابات يفترض، ممكن قد يطفي الشرعيه الى كلامهم والى اجتماعاتهم. ولكن انا شخصيا عندما التقيت قبل يومين، اي قبل يوم يلتقي به محمد تكالا، الدكتور محمد تكالا مع مستشار عقيده صالح، كنت معه في ترامب في حوار سياسي، جيت لاحدى الصحف القنوات وسائل الاعلام بصفه عامه، اجريت هذا الحوار وبالحصر واحد سألته هل يمكن أن تعتمدوا القوانين التي تم اعتمادها في بوزديكا؟ قال لي لا، نحن ما يصدر أن الرئاسة هو الذي سيتم رئاسة المجلس الأعلى للدولة هو الذي سيتم، والمجتمعون الذين اجتمعوا في بوزديكا هناك الكثير من الغلط حول الكثير من الاتفاقيات وتم تعديلهم. عندما رجعوا إلى معسكر الشرق أهل البرلمان اختلف في بالضبط. ما تأثير ذلك سيد الصريط؟ ما تأثير ذلك أن تلغى كل التراكمات التوافقات السابقة والبدء من جديد؟ ما تأثير ذلك على المشهد السياسي؟ نعود إلى نقطة الصفر يا أستاذ كريمة، هذا ما أريد أن أصل إليه، أننا سنعود إلى نقطة الصفر. وعندما نعود إلى نقطة الصفر أي أن مرحلة الانتخابات أمر بعيد جدا، كما أشار الآن الأستاذ رملي أن مسألة الانتخابات هي أصبحت بعيدة جدا، لأن الجدلية القائمة الآن أخصصت في الحكومة، وانا لا اعتقد ان الاشكال في ليبيا هو اشكال في الحكومه التنفيذيه، حكومه سيتم اسقاطها حتى لو كانت غير مراضي عليها مثلا الشعب الليبي بمساحه كبيره، سيتم اسقاطها باي طريقه وباي مشكله، ليست قوه على الارض، لكن القوه الحقيقيه الارضيه هي اطراف الصراع الموجوده في ليبيا، اطراف الصراع الموجوده في ليبيا سياسيا هي التي تدير هذه المناكفات السياسيه. عندما نجتمع في بوزنيكا ونجتمع قبلها في الصخيرات ونجتمع قبلها في قصر ونجتمع قبلها في الكثير من الاماكن ولو نجتمع ليبيا، هذا مؤشر على ان الاتفاق ليس قريب، وان الاتفاق هو كي يكونوا موجودين في المشهد ويتم تجديده من جديد، لان الى الان لم يتم وضع اطار زمني. تعرف النقاط التي ذكرت في الاتفاق الاخير او حتى الاتفاق السابق لو ذكر فيها اطار زمني في سنه كذا كذا في يوم كذا كذا او في شهر كذا كذا او ساعه كذا كذا ستعقد الانتخابات او سيتم تحقيق استحقاق الانتخابات، ممكن يعطي شرعيه إلى المجتمعون أو إلى الأطراف الصراع بمصداقية كلامهم. ولكن التركيز كان كله على الحكومة، على الحكومة، على تغيير الحكومة. أعتقد أنا كمواطن ليبي إشكالي ليس في الحكومة بالدرجة الأولى، إشكالتي هي في بقاء هذه الأجسام السياسية في المشهد دون أن تتغير، دون أن الحق تحس بتغيير إيجابي في الحياة اليومية، بل بالعكس في الآونة الأخيرة تفاقمت كثير من الأزمات التي كنا قد نعتقد أننا قد انتهينا منها ووضعناها في القلب. أزمات تنموية أقصدها المواطن الليبي، كان يعتقد المواطن ان هذه الازمات قد انتهت ووضعها في الخلف، الان تفاقمت وكان هناك صراع سياسي استخدام حقوق المواطن وتنميته في هذه الصراع، بمعنى ان هناك اطراف الصراع تستخدم الحاله التنمويه للمواطن، مرتبات بنزينه وقود ما الى ذلك في 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 تاجيل الصراع لكي يتم اسقاط حكومه او يتم اصدار حقوق او فيما بينهم. لذلك انا اعتقد بالدرجه الاولى الاشكاليه ليست في حكومة تنفيذية، هي جزء من المشكلة، حكومة تنفيذية هي جزء من المشكلة، ولكن ليس هي إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة هي في هذه الأجسام السياسية الموجودة التي تتقاسم وتتصالح وتجتمع وتلتقي وتشتم بعضها في لحظات وفي في أيام، ونحن كمواطنين كنبر نتفرج ونشاهد ونسمع كلمات ولقاءات واجتماعات واتفاقات، ونحن على أرض الواقع نشاهد هناك تدهور في الحالة التنموية كثير من شرائح في ليبيا. أعتقد أن تخليص المواطن من هذه الأجسام بطريقة حضرية صحيحة بالانتخابات هو جزء من الحل. تمام، سأعود إليك سيد أصريت. دكتور معيوف، إذا كان ضيفي من بنغازي لا يرى أن الحل في الوصول أصلا إلى حكومة تنفيذية، فهناك من يرى الحل ليس حتى في أن تكون هناك انتخابات في ليبيا، وحينما كان هناك موعد انتخابي في 2021 ظهر الانقسام جلي جدا وظهرت الاصطفافات حتى وراء من أجلهم ثار الليبيون في 17 من فبراير 2011 أقول. برأيك هل ليبيا اليوم حتى في منظور المجتمع الدولي باتت أمام واقعها الذي تعيشه منذ عقد من الزمن منقسمة شرق وغرب، وسيمضي الأمر على هذا الحال؟ هو لو تكلمنا على الانتخابات، الحقيقة الانتخابات ضرورة
لان بتغير الاقسام هذه الاربعه دائما تتصارع فيما بينها دون الوصول الى حلول. طبعا انا اتحدث عن الانتخابات النيابيه، ولهذا قلت لك ان في حال فشل الانتخابات النيابيه والتي محتمل حال فشل الانتخابات بصوره عامه كما تشير احد مواد القانون الانتخابات 6+6، فالغاء الانتخابات معناه استمرار للاسم هذه، والاستمرار هو الحقيقه تكريس للأزمة. فالانتخابات ضروره بغض النظر عن النتائج التي ستاتي بها، مهما كانت النتائج التي ستاتي عن الانتخابات لن تكون اسوء من الوضع القائم. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى لو عدت سؤالك، يعني هل الانتخابات بحد ذاتها بغض النظر عن نتائجها ممكن أن تكون حل للوضع الليبي، أم أنه الانقسام بات واقعا يعني مقبول به عند الجميع؟ لا، هو في أدنى مستوياتها الانتخابات الحقيقة ضرورة يجب تتم، ولكن لا يجب أن تتم على حسب القوانين التي أقرها البرلمان، اللي هي قوانين 6+6، لأن قوانين 6+6 التي تشير إلى إذا كان فشلت الانتخابات الرئاسية فالانتخابات البرلمانية تلغى، هي هذه النقطة سيئة ولا تؤدي إلى أي نتيجة. الحقيقة الخلاف زي ما تفضل السيد محمد من بنغازي، الخلاف عن من هو الذي سيكون رئيس للدولة، وهذا هو الإشكالية الكبيرة في القوانين نفسها وفي حتى نتائجها، لأن أحيانا يطلع شخص معين يكون غير مقبول من باقي الأشخاص ومن باقي المؤسسات اللي قائمة في الدولة والتي تستطيع أن تلغي الانتخابات وتعمل على تعطينها. ولكن الانتخابات البرلمانية الحقيقة ليست هناك إشكالية كبيرة بالنسبة للانتخابات البرلمانية، إلا حرص البرلمانيين الموجودين في مجلس الدولة ومجلس النواب على البقاء في السلطة، هذا الأمر الوحيد الذي يقف عطرة أمام الانتخابات البرلمانية. بالنسبة للحكومة أيضا، يعني تحمل الحكومة الكثير من الأخطاء والأعباء وتتهم بالكثير من الفساد، ولكنها الحقيقة حصلت دعم كبير جدا نتيجة الاعتقاد الليبيين جميعا بأن الحكومة ليست مسؤولة عن الانتخابات، ليس للحكومة دور في الانتخابات إلا دعمها ماديا وتوفير النوع من الحماية من خلال القوة التي تقع تحت سيطرتها، وهذا الأمر نوعا ما يتعذر في الوضع الحالي لأن الحكومة لا تضع يدها على كل السلطات الموجودة، السلطات الأمنية والعسكرية الموجودة في ليبيا، وبالتالي يجب أن يعاد النظر في عملية حماية الانتخابات من القوة الموجودة على الأرض، وهذا أمر بنفسه يشكل إشكالية كبيرة جدا. إذن أنا من الناس اللي أعتقد أن الانتخابات النيابية ستحل جزء من الأزمة ولكن لا تحل كل الإشكالية. عدم الوصول إلى الانتخابات هو أزمة بحد ذاتها وهو تكريس للوضع القائم الذي لا نعرف كيف نخرج منه. دكتور الرملي، أي أزمة ستحلها الانتخابات المقبلة إن جرى التوافق عليها وتطبيقها؟ لأنه إلى الآن لم يعودون الى نوع من الضحك على الذكور، الى الان لا يوجد توافقات بشكل فعلي قابل للتطبيق على ارض الواقع، يجتمعون بين الفينه والاخرى وما اكثر اجتماعاتهم خارج ليبيا، مما يدل على ان القضيه وكانها ليست سلبيه بل هي قضايا دول تعالج اشكالياتها من حاولت قدر الامكان نشر شيء مؤداه انني املك الدوله الليبيه واملك فيها، ولذلك سآتي بهم. حاليا في هذه المدة أيضا دخلت فرنسا بقوة على الخط من جديد من خلال إعادة تموضعها، ولذلك اجتمعت في ما اجتمعته بعدد كبير بفرنسا، واجتمعت في محافظة المصرف الليبي المركزي مع أنه فرنسا لا علاقة لها بمصرف ليبيا المركزي، ومع هذا وذاك هناك إشكاليات، كل يغني على ليلى، وهؤلاء لا يعنيهم شيء إلا البقاء في السلطة، الجميع يريد البقاء والاستمرار ولا توجد أدوات لإزالتهم، وما يتم الحديث عنهم أنه هذا السيد عقيلة قال لن يتغير قانون الانتخابات، والسيد التكالي يقول بأن الانتخابات يمكن لا يمكن أن تقبل إلا إذا تغيرت، السيد عبد الحميد البيبة يقول لا أرحل إلا بالانتخابات وهو أمر مستحيل. أي نحن معلقة التعليق المستحيل على المستحيل فهو مستحيل، أي نحن نتكلم على دائرة مفرغة لا يدرى أين طرفاها ولا يدرى أيضا على عملية سياسية وهي غائبة بالمطلق والجميع حقيقة. طيب ما هو تصورك للخروج من هذه الدائرة المغلقة؟
ما هو الوجه الخروج؟ أعتقد بأن الوجه الخروج للليبيين ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو الإعلان التمرد أو إعلان استمرارية ثورتهم في الخروج في ثورة تصحيحية لإزالة كافة الأجزاء. من الزاوية الثانية من المهم جدا التوجه إلى القول بضرورة إنشاء مجلس انتخابي أو مجلس تأسيسي جديد يحل محل هذه الأجسام جميعا، يتم اعتماده إذا من قبل المجتمع المحلي كبلديات منتخبة أو من قبل العمل على إحياء أيضا من زاوية ثانية، إحياء مسار آخر غير مسار الأجسام المنتهية، بل ينتهي أجسام حية. البلديات ربما يؤتى من خلال البلديات أو من خلال الدوائر 13 في اختيار مجموعة تقوم بتسيير فقط الانتخابات لذات الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور. إذا لم يحصل ذلك وإذا لم يستفتى على مشروع الدستور لن تخرج هذه الأجسام ولم يخرج الشخوص، لأن هؤلاء الموجودون يرون في أنفسهم وكأنهم ليس كلهم ولكن كثير منهم بل جلهم يرون في أنفسهم أن ذلك ميراثا ولن يترك ذلك بسهولة. أعتقد بأن صعوبة إخراجهم هي نفس صعوبة إخراج القذافي أو يزيد. شكرا لك سيد الصريط. أختم معك بهذا السؤال، أي حجر يمكنه أن يحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي الليبي؟ أي حجر بنظرك، أي تغيير يمكنه أن يحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي الليبي إذا كنت لا ترى بأن الحكومة يمكنه هي الأساس لتغيير هذا المشهد؟ من عمق الخلاف، أنا قلت كما قلت قبل قليل أن الإشكالية أن هناك مشروع في شرق ليبيا وهناك مشروع في غرب البلاد. المشروعان السياسيان مضمون، كل مشروع من الصعب أن يلتقي إذا كان مستحيل، فبالتالي كل طرف لا يريد أن يقدم تنازلات الطرف الآخر لكي يصل إلى اتفاق حقيقي، فبالتالي المشهد مأساوي شوية أو سوداوي لحد كبير، لأن الأطراف الآن متمارسة متمركزة في معسكرها السياسي، وكل لديها وكل طرف لديه عدد من النقاط يريد أن يتنازل على اثنين أو ثلاثة منها أو جزء منها لكي الطرف الآخر يقدم حتى تنازلات بالعدد، وبالتالي المشهد أعتقد أنه هو صعب جدا. الحد في وجهة نظري هو تصفير المرحلة وهو حل مثالي على أرض الواقع غير منطقي. الانقسام المؤسسي سيؤدي مع الوقت سيؤدي إلى تقبل فكرة الانقسام السياسي والمؤسسي وانقسام الدولة جغرافيا، حيث يكون هناك مع الوقت ستظهر أجيال أو تظهر حالة من القبول بالوضع السلبي، وبالتالي يكون هناك أي إشكالية أن البلد انقسمت بشكل صريح بالعبارة، وهو أمر ما لا نتمنى. الأطراف السياسية على والبرلمان هم يجتمعوا فقط ومضمون اجتماعاتهم فقط من أجل أن يبقوا في المشهد من خلال مراوغات وإلى ذلك، ولكن معالجة النقاط الحقيقية الخلافية الحساسة إلى الآن لم يتم لمسها، لم يتم حتى مناقشتها بشكل صريح، وبالتالي كما ذكر ضيفك قبل قليل أنهم على التكالة يقول أن نحن لابد من تغيير قوانين انتخابية، وعقيل صالح يقول لم يتم المس بها أو تناولها، وهذا يعطي صورة انقسام آخر. فبالتالي حتى شكل الاتفاق الذي خرجوا عليه لو تتحدث مع كل منهم في على طرف وتتناقشوا في تفاصيل هذا الاتفاق ستجد تفسيرات مغايرة عن تفسيرات الطرف الآخر، وبالتالي مشكلة كبيرة جدا جدا في الفهم السياسي في الواقع السياسي في آلية ومضمون كل اتفاق، حتى الاتفاقات التي يتم اتفاقها يتم نقضها والاختلاف فيها. وبالتالي الأشكالية في ليبيا لو يعني أقول نوع سياسي وما إلى ذلك، ولكن الإشكالية أن الكل يسعى إلى أن يكون موجود في المشهد ويريد أن يخرج مقتنعين قناعة تامة أن الانتخابات ستبعدهم، وأنا لدي قناعة أن الانتخابات ليست حل حقيقي، هي جزء من الحل، ولكن كما قال ضيفك هي حل لابد منه، ولكن لم يتم تقليص أو تغيير مجوهر كل مشروع من المشاريع الموجودة في الشرق وفي الغرب، الانتخابات ستكون عبارة عن الوقوع في مأزق آخر وخلاف آخر، لأن نتفنن في الأطراف الصناعية السياسية عفوا تتفنن في إيجاد تفسيرات واضحة وصريحة، هي نص الاتفاق واضح صريح، يتفنن في إيجاد تفسيرات تتلائم معهم، مجرد أن يخرجوا من قاعة الاجتماع ويذهب كل واحد إلى بلده إلى مقره يقرأ قراءة الاتفاق
سياسي والبنود السياسية وفق ما يراه هو ووفق ما يعتقده هو. وبالتالي هنا الإشكالية كما حدث في الصخيرات الأول والصخيرات الثاني وزنيك أول وزنيك الثاني اللقاءات في الخارج أبو ظبي برنامج وما أكثرها الاجتماعات التي كانت تناقش الملف الليبي وما تزال. شكرا جزيلا لك سيد محمد الصريط المحلل السياسي كنت معنا من بنغازي. شكرا موصول لك دكتور أحمد معيوف المحلل السياسي كنت معنا من لندن. وشكرا أيضا للدكتور إسماعيل محمود الرملي أستاذ الجامعة والبحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية كان معنا من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا موصول لكم مشاهدينا حتى نعود ونلقاكم في مشهد جديد. نستودعكم الله جميعا إلى اللقاء.